موضوع الأسرة وغلاء المهور والزواج والطلاق وتربية الأطفال من المواضيع الشاغرة المغتربين في السويد وفي الغرب بشكل عام. يعني كثير من الناس بتفكر تسافر للغرب لكن مترددة بسبب ما تسمع من قصص من إخواننا المغتربين ومن ازدياد حالات الطلاق ومن صعوبة الزواج حتى للشباب العزابية وحتى للبنات وصعوبة في تربية الأطفال وغلاء المهور. هذا موضوعنا اليوم إن شاء الله راح نحاول نتحدث فيه. نتمنى منكم المشاركة. نفرجيكم مكان هيك، احنا في البلدة القديمة في مدينة ستوكهولم أول تاون جاملاستان. نحاول هيك نمشيكم شوي شوي ونفرجيكم ونحاول نمتعكم أثناء الكلام، وياريت تشاركونا شو هي التحديات اللي بتواجه الأسرة أو بتواجه الشباب اللي ناويين يتزوجوا أو اللي ناويين يكونوا أسرة بشكل عام. طبعا يمكن في بعض التحديات مشتركة في وطننا العربي وفي الغرب، لكن هنا بسبب زيادة الحريات وأنه هنا الشخص نوعا ما أو المرأة لها حقوق كثيرة وعدم التدخل الأسري، ممكن هنا لا أبوها ولا أمها ولا أخوالها ولا أعمامها، فممكن كمان وسائل الإعلام تلعب دور كبيرة في أمور كثيرة بتلعب من إعلام من النظام نفسه، النظام السويد نفسه ممكن معطي حقوق للمرأة بشكل كبير، وبعض النساء للأسف ممكن تكون علاقتهم مهزوزة مع أزواجهم فبيحاولوا يستغلوا هاي الحقوق وإنه هم يحققوا من خلال أهداف. في ناس عندها أطماع في الإقامات وبتصطنع مشاكل وممكن تروح تشكي على زوجاتها يعني في أمور كثيرة تكون هي سبب من أسباب إنه الأسرة تتمزق قديمة. وحابين نحكي عن موضوع ليش بكثر الطلاق في أوروبا. طبعا احنا ليش بنحكي عن المواضيع، يعني مش احنا بدنا نضخم ونكبر وننشر وناخذ لايكات، لا، احنا الهدف منه انه اخواننا اللي بيفكروا يسافروا على الغرب يتعظوا ويتعلموا، والوقاية خير من العلاج. يعني قبل ما يتورطوا ويوقعوا في المشاكل على الاقل يكون عندهم صورة للي بيصير في الغرب، شو الاسباب اللي بتخلي الانسان يعني يوقع في هاي الامور والاخطاء اللي بيرتكبوها ان كان الزوج او الزوجة. يعني بتعرفوا هنا التحديات كبيرة، يعني الواحد بصير مسؤول عن نفسه 100% بس يسافر على الغرب، فبصير طبعا في بعض المحلات هون المشهورة نفرجيكم اياها، برتقان ومرتقان بحب يجي ياكل برتقان، هاي المحلات مشهورة والقديمة في اماكن هون كمان كتير. يعني نحاول يعني ننوع فرجيكم برضو المناطق السياحية. احنا في الجاملاستان في البلد القديمة، ففي تحديات كبيرة هنا في الغرب من قضية لجوء ومن مسألة السكن ومن تربية الأطفال، فبصير انه الطرفين هون يعني مسؤولين عن انفسهم 100%. يعني ممكن الزوجة بتشتغل ويزيد العبء على الأسرة، فلازم يكون في تعاون بين الطرفين اذا هم بدهم يعيشوا في دخل معين. فإذا ما كان عند الرجل فكرة إنه والله لازم يتعاون أو لازم يكون أو يتقبل حتى موضوع الاختلاط أو يتقبل موضوع فكرة إنه زوجته تطلع في أوقات معينة وترجع في أوقات معينة أو يكون عندها صديقات أو بعض الأفكار هاي، يعني جاي بفكر نوعا ما إنه ما في تواصل ما في اختلاط ما في قصص، هون راح تصعب العملية وتربية الأولاد والمشاركة من الطرفين في موضوع تربية الأولاد. ففي تحديات كبيرة. إحنا ليش بنيجي على الغرب؟ يعني إحنا أول شيء لازم نسأل نفسنا، إحنا في الأغلب المتزوجين أو اللي فكروا حتى كمان يتزوجوا فكر إنه هون يجي عشان أولاده يتعلموا ويكملوا دراساتهم الجامعية ويصير عنده أسرة حلوة ويستمتع هو زوجته وأولاده ويعيش حياة من الحرية، حياة من الاستقرار، حياة جميلة يشعر بالسعادة هو زوجته وأولاده. لكن في عقبات في الحياة في الغرب. في البداية كتير في عقبات، يعني أكثر ممكن الحالات اللي بتصير في الطلاق ممكن في البداية، لأنه بالبداية بيكون في بعض الناس ممكن بيجي بعمل تصفية حسابات هون في السويد، يعني بتكون الزوجة حابسة أو الزوج بقول لك بس أجيبها أو بس هوية أو بس يجي ويجيب الأولاد معه. يعني كنت سمعت قصص منوعة، يعني يا الزوجة كانت بدها تعمل لم شمل للزوج عشان يجيب الأولاد معه، بس وصلوا لهون قالت له يلا باي باي
انا جبتك هون بس عشان تجيب الاولاد معك، او العكس، او الزوج كان يستنى زوجته عشان بس تجيب له الاولاد، او يعني كان في 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 مصلحه معينه بين الطرفين. فهون للاسف هذا الانواع يعني اعتبرت اوروبا هي مكان لتصفيه الحسابات، فعشان هيك انكشفت الامور. يعني عند المصائب وعند التحديات الانسان بيبين الحب المصلحه واللي ماخذ الشخص عشان يحقق اهداف معينه. ففي بعض الاشخاص او بعض الناس مثلا ممكن ما كانت يعني مستمتع المراه او الرجل مع زوجته، فلما اجى على اوروبا شاف لك هالجمال وشاف لك هاللبس. وفي بعض النساء او بعض الرجال حتى يعني عشان نكون عادلين بين الطرفين، انه ما بيهتم بنفسه، لا بيهتم بشكله ولا بجسمه ولا بطوله، والهون العالم قاعد كلها بتلعب رياضه وكلها مهتمه بشكلها وبجمالها وبعطورها. ففي اغراءات في الحياه نوعا ما، ممكن هون الانسان بيطلع كثير بيرجع كثير بيدخل كثير بقعد، يعني في مجال لانه يضلوا كثير وقت خارج البيت. ففي مغريات في الحياه قد تدعو الانسان اذا كان بالذات نوعا ما بعيد دينيا، او انه حاب يعيش الحياه بطريقه نوعا ما مختلفه، والطرف الثاني ما في مشاركه، ما في اهتمام، ما في تركيز، ما في استمتاع في الحياه، فبتلاقي بصير يبحث الرجل، بصير يبحث، والمراه ممكن تصير تبحث. الموضوع طويل جدا وكبير، بس انا بدي يعني احاول اركز على النقاط، انه يعني انه في ناس مثلا بتقول يعني معتبره مثلا السويد كسبب او كاوروبا كسبب، هي تحديات، هي البلاد هاي زي ما حكيت لكم بتحط كل المسؤوليه عليك، فانت هون بتصير انت معرض لصعوبات الحياه في لك في البدايه اكثر من بلدك. انت بلدك ماشي على نمط معين، يعني انت في بلدك خلاص بتروح على الشغل بترجع مرتك عند دار اهلها او عند دار او بيتك او طبيخها جاهز او اهلها موجود هناك في الاسره الممتده، كله بيشارك، عمك خالك كله بيشارك، والمره بتشعر حالها زي المراقبه والكل حواليها، فبضلها ساكته. هون بس تيجي على الغرب خلاص هي بينها وبين الرجل فيس تو فيس، يا بذبحك يا بتذبحني. فهون مع القانون اللي بضمن حقوق كثيرة للمرأة، ومع الصديقات اللي بقعدوا يروجوا لفكرة المرأة وحقوق المرأة والقصص هاي، ممكن المرأة تصير تتمرد على زوجها وبطل عاجبها، ويصير يقولوا لها بكرة بعطيك بيت لحالك وبتسكني ومعززة ومكربة وانت مش بحاجة الرجل، وبتكون ممكن عايشة معه 15 سنة 16 سنة، ويقول لك أنا بعدين بصير تراجع حالي، أنا ما عشت معه هالأيام الحلوة وأيامي كلها تمر. فهي حسب يعني ما بنقدر نعمم تجارب ونحكي قاعدة عامة، يعني كل واحد له حياته الخاصة. ممكن عائلة تكون منفلتة تحت وتيجي هون وتلتزم، ممكن عائلة تكون ملتزمة تحت وتيجي هون وتفلت، فهي قيم ومبادئ وأفكار. لكن زي ما حكيت لكم هون بصير الواحد انه هو وجها لوجه هو الشخص نفسه، فاذا ما في مشاركه بين الطرفين وفي صبر وفي معرفه للبلد قبل، يعني الزوج كان صادق مع زوجته وحكى لها انه في لجوء وفي كذا، حسب في ناس بيجيبوا لم شمل وقال لها والله في ظروف مثلا صعبه في الحياه من سكن من لم شمل من عمل من مصاريف الحياه، وكان في وضوح، وكان الرجل برضه ملتزم في بيته في حاجاته وبأخذ زوجته وبطلعوا مشاوير مع بعض بتمشوا بروحوا بقضوا. فهون يعني هي حالات ممكن تكون كل القصة إلها سيناريو الخاص. فزي ما حكيت لكم هو الفرق اللي أو الشخص اللي بدي يجي على الغرب بدي يفكر إنه هو راح يكون مسؤول 100% عن زوجته وأطفاله، أو هو مسؤول 100% عن الزواج. فهذا الأمر ولازم يكون عنده معلومات ولازم يكون عنده قدرة ولازم يكون على الأقلية مطلع على مفهوم المرأة وتفكير المرأة وحاجات المرأة، وبالذات أنت عايش في بلد في الغرب، يعني فلازم يكون أنت نوعا ما يعني قادر على تفهم وعلاج مشاكل الأسرة. فناس بتضلها مثلا تشارك الآخرين، تشارك صديقاتها، تشارك أهلها، والله صار معي وصار معي وحاكي أولادت كتير، هذا كله بدمر الأسرة بزيادة. فإنه الإنسان لازم يكون نوعا ما معتمد على نفسه، لازم يحاول يشارك زوجته أول بأول شو بصير معه من قصص والأشياء، ونركزوا على إيجابيات الحياة عشان يعيشوا حياة سعيدة. يلا بنكمل بعدين. بكثر الطلاق في أوروبا أو في الغرب أو في السويد زي ما بدكم.
إذا بتدخلوا على اليوتيوب وبتحطوا على الطلاق في الغرب راح تلاقوا فيديوهات كتيرة أشكال وألوان. بس إحنا من نحاول نتحدث عن الموضوع نوعا ما بطريقة إنه إحنا نركز على العلاج، الوقاية، الوقاية من الوقوع في الطلاق. الفرق بين الزواج في الوطن العربي أو إنه الواحد يكون عايش في بلده وعايش في بلد غير بلده، إنه هنا بصير هو ممكن لازم يشارك في الحياة الأسرية، يعني واجبات وحاجات الأسرة الداخلية المنزلية لازم يشارك. احنا في الوطن العربي الأغلب الرجل يعني قليل منهم ما بيشارك في الأعمال المنزلية أو حتى في تربية الأولاد. يعني ممكن كثير من الرجال بتلاقيه بروح من الشغل يمكن يروح على قهوة، يمكن يروح على حتى مسجد، يمكن يروح عند دار أهله، يمكن يروح أي مكان، والمرأة يمكن كمان تروح عند دار أهلها، وممكن تكون مقضية وقتها في الطبيخ والأكل وأعداد الطعام، وقليل مش كثير يعني النساء ممكن عندهم وظائف ومشاركين في الحياة العملية، وحتى اللي عندهم وظائف بتلاقيهم كمان هم بيقوموا في الأعمال المنزلية. لكن في الغرب نوعا ما الحياة هون يعني تقدروا تقول المشاركة يعني في الأسرة صار نوعا ما إجباري، يعني مش اختياري. يعني نوعا ما المرأة ممكن تطلع من الصبح وبترجع بالليل أو بترجع العصر أو بتشتغل شفتات، فإذا الرجل نفسه كمان بيشتغل فصار في أعباء كتيرة وصار في ضغط وصار في فواتير والتزامات كتيرة على الأسرة. إذا ما كان في اتفاق بين الطرفين على كل كرون وين بده يصرفوه، وكان كل واحد فيهم متفق على المصاريف والأمور المادية اللي هي عاملة مشكلة كبيرة وقاعدة بتسبب مشاكل من المساعدات اللي تيجي من الدولة، من الرواتب، من مساعدات الأطفال، من مساعدات السكن. إذا ما كان في اتفاق على الأمور المادية هناك في وطننا العربي يمكن ما في هاي شغلة المساعدات والقصص، لأنه كله باعتبار الأكثر الاعتماد على الراتب الرجل. وإذا كانت الزوجة ممكن تشتغل ممكن كمان الرجل في وطننا العربي ممكن كمان بأخذ راتبها أو أنه خلاص جابرها أنه لازم مثلا تشارك أو أشياء معينة. يعني نوعا ما القضية هناك يعني بتشعر أنه ممكن المرأة نوعا ما مستسلمة للأرض الواقع، وإذا حكت ممكن ما يقولوا لها أنت شو قاعد بتتمردي ولا شي، فبظلوا عندها خوف أنه تتجرأ تحكي في الموضوع. لكن هون بس وصل على الغرب وتلاقي أنه إلها حقوق كثيرة وتلاقي كمان ناس كثير بتحكلموا على المواضيع هاي، فهي بتصير تقول لك طب أنا مش عايشة، إيه أنا محبوسة عند هالرجال، إيه أنا قاعد بشتغل أو أنا قاعد بطلع لي مساعدات وقاعد هو بخدم كله لجيبته، إيه والله هاي مش حياة. وبتجي واحدة صديقة من صديقاتها بتقول لها ولك أنت ليش هيك عايشة، ولك عايشة واشتري سيارة واعملي وهيك أنت مستقلة بذاتك، خلص خد الدبلة وطلقني وريحني من حياتي. فهنا في مجال للمرأة تعترض، في مجال للمرأة تتمرد، في مجال للمرأة تطلق نفسها. لكن في وطن العربي ممكن إذا عملت هاي الحركات حتى لو كانت مو سعيدة معه تقول لك خلاص يا عمي صار بيني وبين أولاد وهذا زوجي. ففي كتير من النساء عايشين مع أزواجهم حياة من الجفاف العاطفي، خلاص مكملين بس طريق ومكملينه. فهو اللي بيختلف إنه في كتير منهم بكونوا عايشين حياة غير سعيدة بس بدهم يكملوا لأنه ما عندهم حلول أخرى. لكن لما يجوا هون ركزوا على الفكرة هاي، هون النقطة المهمة جدا جدا، هون في حلول بديلة في الغرب. فالمرأة بتيجي هون بتقول لك طيب أنا عندي شغل، بالذات إذا عندها شغل أو أنا عندي مصدر دخل. مصدر الدخل هذا بيلعب دور كبير في حياة النساء، فهي بتشعر أنه حاجاتها نوعا ما ملبى، فبتقول لك طب أنا بقدر أستغنى عن الرجل، يعني إذا هذا الرجل مش مدخل علي السعادة في حياتي ومش مهنيني أنا بقدر أروح أشكي عليه، وبيجيبوه من راسه بيشيلوه شيل وبحطوه ممكن بالسجن. القانون تقريبا يعني بتقدر تقوله في الأغلب يعني بصف النساء. فالمرأة هون بتتجرأ، وبالذات إذا كان عندها صديقات بيفهموا بالقانون أو هي حتى نفسها قرأت عن القانون أو فهمت أو كانت مكونة صورة قبل ما تيجي على البلد، ففي منهم بيخططوا قبل ما يجوا كلها خلص بس أصل على أوروبا والله لا بالمطار لا أشلع وشلع وأخلص منه. فبيكون في داخليا النوايا مش مصافية من قبل ما يجوا. فيا إخواني الكرام احنا بدنا نحكي كل واحد له قصة،
يعني أوروبا قد تكون هي ساحة التصفيات، يعني اللي بيكون هو مفرفط روحه من زوجته، أو شايف إنه زوجته مش هي اللي بتحقق له، أو الزوجة شايفة إنه زوجها مش هو اللي بحقق لها أهدافها، فهي بتعتبر إنه هون أنا بدي أصفي حساباتي وعيش بحياة بالطريقة اللي أنا بدي إياها. خلينا نتفرج على البطتين هدول هيك ونقعد هون نشوف كيف الوضع هيك مع البط ومع المنظر، إن شاء الله يكون هيك شغلة حلوة. نحاول يعني برضو إحنا بالبلدة القديمة ونتمشى بمدينة ستوكهولم، الأجواء حلوة وجميلة، كان الليلة أمطار، قلب الجو سبحان الله مغير الأحوال. فيا إخوان الكرام، في ناس هيك نيتها من قبل ما تسافر، إنما الأعمال بالنيات، مخططة إنه هي خلص هاي الحياة الأسرية تبعتها فارطة وبدها تبدأ حياة جديدة وبتتعتمد على نفسها. عشان هيك بعض أو كثير من اللي بيجوا هون نسمع عن حالات الطلاق، وهون برضو يعني في ناس بتكون حاطة براسها، يعني في بعض الرجال بتلاقيه من أول ما يأخذ الإقامة بتلاقيه بفرط على سكر، على خمر، على نوادي ليلية، على مراقص. يعني هي المشكلة في الطرفين، يعني ممكن تكون الرجل فيه المشكلة الأكثر، ممكن تكون المرأة فيها المشكلة أكثر. ومرات بتصير طبعا من اللي بزيد هاي المشاكل الإعلام، واللي ببهروا عن الرجال، والنسوان اللي بتابعوا كل يوم عن الأشكاء والأفكار عن الرجال، وعن إنه الرجال فيش منهم فايدة، والمفاهيم هاي اللي بتنتشر إنه الرجال أكثرهم كذابين ومخادعين ونصابين وبركضوا ورا النسوان وفرش رجال في هالدنيا، وبصيروا يعززوا هاي الأفكار، والمرة تظلها تحضر 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 هاي الأشياء، بتبطل تشوف ولا إيجابية في جوزها، فبتصير تكرهه، بتصير بدها. وبعدين بتلاقي إغراءات من كلام معسول في مواقع التواصل، ممكن شاب يمدح فيها شو هالشعرات وشو هالعيون وشو هالكسم، وبرضه بيلعب دور هاي مواقع التواصل، بتتفرج على الناس التانيين والمقارنة، انه فلان بسافروا وفلان اشتروا سيارة واحنا ما اشتريناش، وانت يا جوزي قاعد وحاط رجل على رجل. واللي كمان اللي بنرفضوا اقاماتهم وما اقاماتهم، في نسوان او رجال بيتخذوها كفرصة انهم ممكن ينتقموا من بعض، او المرأة تروح تشكي على زوجها على اساس انه هي لو شكت انه والله انه بعذب وبضرب الاولاد وشيء، انه تروح تاخذ اقامه. ففي ناس بأخذ مواضيع الاسره والطلاق كذريعه انه هو يحقق امور اخرى، زي اللي يعني بيقول عن نفسه مثلي، او بروح على الكنيسه على اساس انه يقول انا مش مسلم. ففي ناس بتروح تتطلق على اساس تحقق اهداف اخرى، يعني ما بكون نيتها هي الهدف الاساسي الطلاق، لكن هي بكون عندها خطه اخرى، خطة ثانية، هدف آخر من وراء الطلاق. فعشان هيك بكثر هون، لأنه في صار في نوايا أخرى، نوايا مختلفة من وراء الطلاق. فيا إخوان الكرام، أنا هسا بدي أوجه رسالة لإخواني اللي موجودين مثلا هون بالسويد وبرات السويد، عشان إحنا يعني شو الفائدة من الفيديو، إحنا بس نعمل فيديوهات ونحكي. اللي مفكرين يسافروا يا إخوان الكرام، لازم تقعدوا مع نسوانكم وتعملوا النظام، تعملوا خطة انه انتوا لو سافرتوا راح تواجهوا مشاكل في الإقامة، في السكن، في امور كثيرة، في العمل، حتى لو انه انتوا اشتغلتوا، لو في مصاري، تتفقوا على نظام مالي، تتفقوا على نظام اجتماعي، تتفقوا على نظام تربية للأولاد، أولادكم اي ساعة بده يطلعوا، اي ساعة بده يجوا، قانون أسري، عشان تكونوا متفقين قبل ما تيجوا على البلد هاي. اختلاط ما اختلاط، سباحة ما سباحة، علاقات نبني علاقات، نتعرف على ناس، تعرفنا على ناس أجانب ما أجانب، زوجي تتسلم ما تسلم، يعني نوعا ما تسووا نظام هيك بحيث أنه أنتوا تكونوا عارفين أنه هذا النظام أنتوا اثنين ملتزمين فيه، سهرات ما سهرات، طلعات لو صحتنا، لو أخذنا إقامة كم سنة نقعد في البلد، وين نسكن وين ما نسكن، إذا صحنا عشنا بقرية معشنا. يعني لما يكون عندكم نظام نوعا ما وأنتوا مجهزينه نوعا ما، بتشعر أن الأسرة في خطة، في أسلوب حياة، في طريقة، مش زي اللي جايين وقاعدين بألفوا قصص اللجوء وبكذبوا على بعض، وممكن هي عارف إنه جوزها كذاب، أو هو العكس عارف إنه هي كذابة، أو هو مخبي المصاري، أو هو مقترض من أهلها، زي ما بعض اسمع من بعض النساء إنه هو أخذ قرض من أهلها عشان يسافر، أو هي أخذت قرض من أهله عشان يسافر وما سددتش، وصار في انتقام بين الأسرتين وبين الأسر. فهاي الأمور هي بتسبب وبتزيد مشاكل وبتؤدي إلى الوقوع في الطلاق، وبتفاقم المشكلة بشكل كبير، والمشكلة كله بيأثر على الأطفال. فلازم يكون عندنا نظام لتربية أطفالنا في الغرب، لأنه إحنا إذا فرطنا إحنا الاثنين وما كنا قادرين إنه إحنا نحب بعض، أولادنا ما رح يحبونا، أولادنا رح مشكلتهم تزيد، ورح نوقع في مشكلة التربية اللي ممكن هي تكون سبب كمان من أسباب الطلاق.
الموضوع كبير، بحاول ارجع اذا قدرت في كمان فيديو اكمل عليه عشان نركز على الوقاية وعلى الحلول، لانه في ناس كثير كمان بتفكر قاعدة انها تسافر، فاحنا بدنا نحاول نوعي العالم اللي بدها تفكر انها تسافر كيف تقي نفسها من الوقوع في موضوع الطلاق. وبعدين يا اخوان الكرام راح احكي عن قضية انه في بعض الناس او بعض الرجال وممكن يكون كمان بعض النسوان فكروا انه الطلاق انه هو اذا طلق واحدة، يعني ممكن واحدة تكون مغريته بالفيسبوك او بمواقع التواصل او على اساس انه تعرف لواحدة قبل ما يجي بالبلد وكان هو مرته، يعني هو متزوج وعنده اولاد، فكر حاله انه هو بعمر الاربعين او بعمر الخمسين اذا طلق من السهولة انه يتزوج. انت للاسف واهم، وممكن حالة من الحالات تزبط معها، لكن يا اخي الكريم انت عليك مسؤوليات، بالذات اذا كنت متزوج وعندك اولاد انت عليك نفقة، من وين بدك تطلع بيت تاني؟ ومن وين بدك تقعد تقسم بعد الطلاق وبين مصاريك وبين مصاري المرأة؟ وكيف بدك تقعد تصرف على واحدة وتجيبها وتعملها لم شمل والقصص هاي؟ او اذا هي موجودة هون كيف بدك توزع وقتك؟ وكيف بدك مين بدك تقبل فيك تكون عارف انه عندك ثلاث اولاد ولا اربع اولاد او ولدين وعليك لسه نفقة على الأسرة الأولى؟ يعني إذا راتبك 20,000 راح تحط لك بيجي 4-5,000 على زوجتك الأولى، وبدك تحط 7-8,000 على إيجار البيت. فإذا في مجال للصلح أفضل لك إنه تصالح مرتك وتعيش أنت وياها على حب ووئام، أحسن لا أنت تكون مفكر إنه المرة الجديدة اللي راح تدخل راح يكون مرة بدون أخطاء. إنه بعض الرجال هو هيك، إحنا يمكن نكون عندنا مفهوم إنه خلاص أنا راح أبدأ حياة جديدة، ففكر انه المرة الجديدة يعني لسات هو مش بينها ولا اي شيء، ولا اكلها ولا شربها ولا اولاد ولا اي شيء، فكر انه راح تعيشوا ايام كلها عسل بعسل وسهرات وقعدات ورقصات وحفلات، فبكون واهم كتير. هو بده يخلص من الزوجة الاولى على اساس انه ياخذ الثاني ويبلش حياة جديدة. يلا ان شاء الله نحكي عن نجاح اي علاقة في الدنيا، راح يتبادر لديهنا ثقة. نوعا ما في علاقات كثيرة للأسف ينقصها الثقة المتبادلة، يعني بكون ممكن الزوج أو الزوجة شاك في الطرف الثاني، في حبه، في أخلاقه، في أشياء معينة، في نقص دينه، فهي بتجعل العلاقة نوعا ما تكون فيها خوف، فيها وسواس، فيها عدم أمان. وأهم شيء لنجاح واستمرار أي علاقة الشعور بالأمان والاستقرار. فإذا شعرت الزوجة انه هذا الزواج مهدد، او انه الزوج وضعه المادي ممكن يسمح انه يتزوج، يعني بيجيها افكار معينة، بتعرف المسلسلات ما خلت فكرة وما خلت قصة الا عبت راس ان كان رجال ولا كان نسوان. فموضوع بناء العلاقة القوية اساسي جدا لاستمرار الحياة الزوجية. من اجل استقرار اي اسرة في عوامل معينة بتساعد كتير على استقرار الأسرة هاي. ممكن العامل الديني يلعب دور كبير انه يساعد هاي الأسرة، اذا كان الزوج او الزوجة ملتزمين في الدين وفي القيم والمبادئ والأخلاق. طبعا هدول نوعا ما يعني وين ما يروحوا خلاص عارفين ان الله معهم، فكن مع الله ولا تبالي. بس إذا كان مثلا ممكن يكون في طرف متدين وطرف غير متدين، هنا بصير في نوعا ما ممكن في صراع، في يعني كيف تحدي، يعني ممكن في الطرف بده خلاص يعني بده يعيش حياته وحريته وأسلوبه، وشايف الطرف الثاني غلط، يعني في طرف من الطرفين راح يصير يشوف الثاني غلط، واللي متدين بده غير المتدين يصير متدين، واللي غير متدين بدوش يتدين وبدوش يتحجب وبدوش يلتزم وبدو يعيش الحياة الأوروبية، وممكن بدو يشرب مشروب، وممكن بدو يأكل إلى آخره لحوم وأشياء محرمة، يعني ممكن بدو يعيش الطريقة، يعني طبعا هاي للمبالغة، ممكن بس يعني إنه ممكن بس بدو يعيش بطريقة إنه يعني ما بدو يلتزم دينيا، ما بدو يصلي، ما بدو كذا. فلما يجوا هذول على الغرب نوعا ما بصير في تصادم كبير بيناتهم، وممكن يعني تتطور الأمور. ركز على الفترة الأولانية، يعني خلينا ندخل مثلا بالخطوات العلاجية أو الوقائية من الوقوع في الطلاق في الغرب. نركز على الخطوات الأولانية، يعني الفكرة لما تنشأ إنه زوج وزوجته بدهم يسافروا على الغرب، لازم يكونوا في على اتفاق، يعني لازم يقعدوا اثنين مع بعض. في تحديات راح تواجهنا، في فترات انتظار راح نمر فيها، في مثلا أمور مادية راح تصير، في مصاريف راح تصير، في كذا،
فلازم احنا نحاول انه احنا في لغة جديدة، في ثقافة جديدة، في عادات، في اشياء ممكن تكون منافية للدين، كيف بدنا نتعامل معها؟ الاكل، الشرب في الغرب، السكن، العائلات، التعارف، العلاقات. فاحنا قبل ما نسافر لازم يكون عندنا تصور، لازم يكون عندنا تصور، حتى لما نتفرج على فيديوهات على يوتيوبات، بدنا نودي اولادنا على مدارس اسلاميه، بدناش نودي، بدنا نودي الاختلاط ما الاختلاط، السباحه، القصص هاي. طب لو واجهتنا صعوبه، لو انجبرنا على بعض الامور كيف نتعامل معها، كيف نواجه التحديات في الحياه، مصاريف البيت، نظافه البيت، ترتيب البيت، علاج الاولاد، مين بده يروح على الاجتماعات، مين بده يروح على اللقاءات، لو رفضنا شو رده فعلنا، كيف نتعامل مع الرفوض، كيف نتعامل مع جيراننا، هل انه احنا بنرحب، منفتحين، منغلقين، هل لو صار في بيناتنا صداقات، عائلات، هل احنا منفتحين دينيا ولا مش منفتحين، هل انا لا اقبل على زوجتي الاختلاط، يعني هاي الامور كثيره. هاي لو انطرحت وصار في عليها سيناريو حديث بين الزوج وزوجته، اتوقع انه نوعا ما بتسهل وبتزيد الثقه بين الطرفين. لكن احنا نخلي الامور تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، نخلي الامور نقول والله خلاص على التسهيل، على التسهيل، خلاص بنروح وبنشوف. ممكن الزوج او الزوجة تتعرف على واحد في كامب اللجوء من اولها، وتكون هي زهقانه هالرجل او هو كون زهقانه هالمره، وببلش من اولها ينكوش ويفتش على واحدة تانية او على مرة تانية، او على انه هو غير متقبل زوجته او العكس. يعني ما سمعنا قصص في البدايات زوجة ترك زوجها أو العكس. فلازم يكون في بنيان قوي، لازم يكون في أساس قوي عشان ما تنهار العلاقة، لأنه في ناس زي ما حكينا بتستغل فرصة وجودها في أوروبا لتصفية الحسابات. صرنا لحديقة اليور جوردن، فزي ما أنتم شايفين هالجمال هذا اللي بيلعب دور في المشاعر، الجمال المكان. خلينا نربط جمال المكان في الحياة الزوجية، لما الزوج يروع البيت ويلاقي البيت نظيف، مرتب، معطر، يعني حتى لو كان في خلافات بيناتهم، سبحان الله بعطي انطباع جميل ورائع. احيانا احنا لازم ما نعالج المشكلات مباشرة، يعني انا مثلا زوجي في بينه وبينه مشكلة، او الزوج العكس هو بينه وبينه مشكلة بين زوجته. في اساليب مختلفة لعلاج المشاكل، الاهتمام، الهدية، الكلمة الطيبة، اللمسة الحلوة، ألبي بعض حاجاتها، رغباتها، بدها تروح عند دار أهلها، أوصلها، أحكي معها بكلام حلو، أصبح عليها، أجهز لها فنجان قهوة، نشرب مع بعض، نطلع أعزمها على مطعم، على مكان حلو، مشوار حلو. يعني حلو الإنسان، يعني اللي ناوي يغير، في مبادرات كثيرة بيقدر الواحد يعملها إذا نوى يغير مسار الحياة. بس إحنا مشكلتنا منركز على المشكلة نفسها، ونصير نعتبرها زي كأنها هجوم على ذاتنا، وبصير الزوجة حاطة زوجها براسها، أو العكس الزوج بصير حاط زوجته براسه، إنه يعني كيف هي بتعمل هيك، يعني بتعاندني، يعني أنا مش رجال، أو هي بتقول لك هي أنا عندي حقوق وعندي أمور كتيرة مش ملبي لي إياها، أنا مرة، أنا كذا، بتصير تقارن حالها ممكن بنساء أخريات في المجتمع بالذات. هون هاي هذيك بتسوق، هاي هذيك معها رخصة، هاي هذيك عندها بيت، هذيك اشترى لها جوزها، هذيك بجيب لها هدايا. فمنقضي حياتنا على المقارنة والنقد والإهمال والجفاف العاطفي، حتى نوصل لمرحلة الطلاق، أو كل واحد يشتكي على الثاني، أو تتطور الأمور ممكن للضرب والاعتداء وإلى آخره. فشوفوا لي هالمكان هذا وجماله، كيف المكان والبيئة بتلعب دور كبير لما احنا نفكر انه احنا نحل مشاكلنا من البداية، ما نراكم، انه تراكم المشاكل بخليها تزيد، وبالذات في وجود الاطفال والصراخ والتهديد والاسلوب والحرمان المادي والحرمان الجنسي والحرمان العاطفي وجميع انواع الحرمان. هاي البطة هاي جت عندنا، صار شكرا لله، هي شكرا، جوعان كثير هاي البطة. فأمور كثيرة، شوف سبحان الله، يعني هاي هناك المتحف النورديسكا. فالموضوع يعني الحب إذا لم يكن صادق، حب مصلحة،
هنا مشكلة كبيرة. وين ما تعيشوا، بتعيشوا بأوروبا، تعيشوا في الوطن، بس هنا في فرصة أكبر إنه تنهار الأسرة، لأنه بصير الواحد يعني المرأة مرات بتحكي لزوجها إنه طلقني، هي مش قصدها إنه يطلقها يعني بتخرج تطلق، هي مشكلة إنه بعض الرجال ممكن ما بفهم شو معنى كلمة طلقني، يعني إذا بدرت لأول مرة ممكن إنه هي بدها تشوف مدى حبك لها، بدها تقيس هلا أنت بتتمسك فيها مش بتمسك فيها. فبعض الرجال بيقول آه يعني بدك تتطلق يعني مش مبسوطة معي يعني. فبالتفسيرات للكلام وللحوارات، لا الرجل ممكن يكون مش فاهم لغة المرأة، أو المرأة تكون مش فاهمة لغة الرجل. هنا بتضيع الطاسة سلامتك وتعيش، وبتكبر القصص وبتكبر المشكلة وبتتطور، وبصير الرجال مفكر إنه خلص المرأة بدهاش إياه، أو العكس، أو الرجل بصير يقول لها فلاني أحسن منك وفلاني أشرف منك وفلاني. والمقارنات هاي اللي هي كثير بتدمر الأسرة وتخلي المرأة عن واجباتها المنزلية، أو عدم مساعدة الرجل على زوجته. فبصير تقول لك لا يا عمي خلاص بكرة بأخو بعطوني بيت هدول وبعيش وبرتاح وبريح راسي بلا رجال بلا ما يحزنون. طبعا هاي اللي هلأ هيك صارين يروجوا كثير من النسوان في مواقع الانترنت، خصوصا المغتربات صارت ماخذة راحتها الأخت انه بتحكي اللي بدها اياه وبتشارك اللي بدها اياه، فلا حسيب ولا رقيب يعني شاعر حالها انه حتى في منهم بتصير تقول لك انا اهلي ما بلهمش دخل فيي. فصار نوعا ما نوع من التمرد وعدم الاحترام ومبالغه في الحريات، مبالغه يعني في قيم، في عادات، في اخلاقيات مجتمعيه دينيه علينا انه احنا كمان نلتزم فيها، مش بس عشان المجتمع يعني اتاح لنا فرصه انه احنا انه نعبر عن ذواتنا ونعبر عن مشاعرنا، نبالغ في الموضوع. فللأسف يعني هي الموضوع يا أخوان الكرام زي ما حكيت لكم إنه هنا في أوروبا نوعا ما الحرية أو طريقة استخدام الحرية بالشكل الخاطئ هو اللي خلى حالات الطلاق تزيد. يعني اللي كان منتهز الفرصة ومجهز نفسه نفسيا داخليا، بتلاقي كل إنسان فينا عنده تصورات ذهنية داخلية ومجهز نفسه على أساسها إنه أنا بكرة بس أصل راح أفرجيه وراح أشوف كيف، وراح بتكون هي يمكن مرتبتي مع كم من واحدة وشايفة كم من قصة، أو العكس، أو هو يمكن يكون عامل علاقة أو كان هو الثاني كمان مرتب، يا ما سمعنا طرفين يعني. هي الموضوع ما بدنا احنا، المشكلة يا إخوان الكرام في ناس عايشة أو موجودة في مواقع التواصل بدها تثبت أن الرجل غلط أو بدها تثبت أن المرأة غلط. يعني في ناس قاعد عامل لك زي صفين زي الأحزاب، حزب النساء وحزب الرجال، ما بتنحل المشاكل هون. احنا قاعدين بنزيد الفوهة وبنزيد المشكلة وبنزيد الكراهية وبنكره كمان الأشخاص اللي مفكرين يتزوجوا وما يتزوجوا. فهاي مشكلة كبيرة قاعدين نقع فيها في الوقت الحاضر للأسف. منطقة جميلة جدا جدا بمدينة ستوكهولم. شاركونا الحلول الوقائية اللي بتحافظ على الأسرة، لازم يكون في قيم، لازم يكون في مبادئ، لازم يكون في حب واهتمام ومشاركة من الطرفين إذا حابين يستمروا في الحياة الأسرية. شيء جميل ورائع. في أزواج يا إخواني الكرام عايشين مع بعض زي بالصفقات التجارية، بتربحني بربحك، بتجيب لي بجيب لك، بتنفذ لي أوامري بنفذ لك أوامرك، بتخلص لي هالورقات بخلص لك هالورقات. يعني حياتهم على قد ما بتعطي، ما أعطيت ما في حرمان إهمال. فالعلاقة الزوجية الحب المشروط للأسف منتشر ممكن كتير، وممكن الزوجة بدها سيارة، الزوج مش قادر، ما بتراعي ظروفه، ما لي دخل، أنا بدي زي غيري، هاي العبارات. أو الزوج مثلا بده زوجته بكسم معين ووزن معين وطول معين إلى آخره، بتفقد حاله الأخ بس يوصل على أوروبا إنه كان الوزن تبع مرته غير شكل، وبصير يقارنها بين السويدية والأوروبية وشكليا وأصبغي وما أصبغي. وعشان هيك بتلاقي لك النسوان يعني الله يعينهم كمان مش ملاحقين صبغ ونفخ وشد وأظافر وعمليات تجميل وشد معدة وشد ظهر وشد إلى آخره. وبالأخير ممكن هي يمكن إذا شافت حالها كتير حلوة تصدق حالها وتروح تبدل الرجال، أو العكس، أو تلاقي الرجال يقول لها لا 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 بعده في صورة بمخه، بكون ممكن هو أو هي بتكون في صورة بمخها. فهذا الحب، الأنواع الحب المشروط يعني زي كأنه إحنا ما بنعمل لوجه الله وما عايشين لا رسالة،
فالزواج اللي بدون رسالة بس هدفه هو الشكليات والماديات، هذا زواج سوف ينتهي عاجلا أم آجلا. المشاركة شيء جميل بين الزوجين، يعني لما يكون الزوجين كل يوم بقوموا بأعمال يعني عشان يكسروا الروتين الأسري، بما أنه أنتوا عايشين في الغرب وعايشين في بلد كلها طبيعة، ليش ما تشاركوا بعض هيك وتطلعوا مع بعض تكسروا الروتين اليومي، تشربوا فنجان قهوة بمطعم بمكان، طلعوا طفلكوا ابنكوا شوفوا سويديين، يعني لو هسه الدنيا صيفية ولا كان مفرجيكوا اللي حوالينا واللي جمنا، بس هلا العالم اكترها بدون هدوم. فيعني الزوجة قادرة انه تطلع تحط طفلها وتطلع، بس للأسف في بعض الزوجات يعني بهمهم بس التسوق، ما بهمهم كتير المشاركة، او بطلعوا مع صديقاتهم وبنسوا زوجهم انه هذا الرجل يعني بحاجة انه اطلع معه وامشي معه واشاركه بمطعم باكلة بشربة في حدث يومي، يعني ما يمر يوم الا يكون في بناتنا تواصل حوار. للأسف اكثر الحوارات، الحوار طبعا مهم جدا في بناء الأسرة، اكثر الحوارات هي عبارة حوارات عن الفواتير وعن المصاري، وممكن تكون كمان فيها منها حوارات، اذا كانت فيها منها حوارات عن تربية الاولاد، عن الأشياء اللي فيها طوارئ مش الأشياء اللي خطط، يعني أكثرها ابنك عمل ابنك سوى أنت وين كنت وشو دورك، فهي أكثرها شكوى وتذمر. عشان هيك الرجال بتلاقي صعب حاله وشرد شرد من البيت، فلازم المرأة تكون فاهمة أو الرجل يكون فاهم أنه لازم يكون في هاليوم نشارك مع بعض في طبخة في أكل. وبعدين إذا زوجي مثلا بحبش الغسيل، ممكن بحب الجلي، ممكن بحب التنظيف، ممكن بحب الطبخ، يعني الناس أنماط. بس للأسف في بعض الزوجات أو بعض الرجال بتلاقيه بيجبر زوجته على نمط معين وهي بتكبت أنه هو بدي مشيها على أسلوب معين من الحياة. فإحنا بدنا نعرف أنه في أشخاص مختلفوا عنا، مش دائما كل شيء 100%، انا يعني زوجتي مش 100% ولا انا 100%، فهي لازم اكون مدركها الامور هاي. بس للاسف في بعض الناس بيستغلوا التنازلات، يعني في بعض الزوجات بتشوف زوجها والله اذا بضلوا يتنازل بتقول لك خلاص خلنا مشي على الريموت كنترول، وهذا للاسف استغلال، استغلال وابتزاز عاطفي، اعمل هيك وجيب لاهلي وجيب لي واعمل لي وسوي لي، والابتزاز هذا واحكي لي وجيب لي ورد وعيد الكذا وعيد الكذا. لا، حلو الشغلة بالأسلوب والحب والاحترام. فالحوار مهم كثير، هو غايب عن كثير من البيوت للأسف في الوقت الحاضر. عشان هيك بتلاقي بيصير فيه هجوم مرة واحدة، بجمع الرجال والمرة مشاكل مشاكل مشاكل، وبعدين بتبلش هذا، أو بتدخل واحدة على الخط بتبلش تلين الرجال، أو بتدخل واحد على الخط بتبلش يلين المدام، فبتبلش تنسحب من المهمات البيتية والمنزلية وتطنش جوزها، والعكس صحيح.